تحت الرماد موجود. ده كان الجزء اللي حضرتك بتتكلم عنه، ده كان محور سؤالي لحضراتكم الاخير. في الواشنطن بوست، في الواشنطن بوست النهارده سؤال: ايجيبتس نيو ناصر، هل هو ناصر الجديد في مصر؟ يعني هنا السؤال مشروع، لأنه كثير من الإخوة الناصريين عملوا هذا الربط، بينما الفرق ما بين ناصر والفريق أول السيسي يعني بضعة عقود، العالم تغير فيها بشكل كبير، مصر تغيرت بشكل كبير، بس كلاهما ينتمي لنفس المؤسسة. ده لا يكفي، اللي احنا شايفين صورة على الهواء بتحتفي بالناس والناس بتحتفي بيه. أنا رأيي